وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ شادي شرف، مدير الاستثمار بصندوق النيل للصناعة. ونتحدث معك أستاذ شادي عن هذا الصندوق الذي تم تدشينه والإعلان عنه اليوم أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. أيوة، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك، تفضل يا فندم. صندوق النيل للاستثمار الصناعي والحقيقة في الفترة السابقة يعني الحقيقة بذلت الدولة جهود كبيرة جدا في مجال البنية التحتية والمواني والطرق، وبالتالي ما كانش يمكن الحقيقة ان احنا نتوسع في المجال الصناعي من غير هذه الاستثمارات في البنية التحتية. الاستثمارات دي الحقيقة النهاردة بتؤهل الدولة المصرية ان يبقى فيها انطلاقة صناعية في الفترة القادمة بإذن الله، ومن هنا نشأت فكرة تكوين صندوق صناعي للاستثمار المباشر، يتيح الحقيقة للمؤسسات المالية والأفراد اللي ما يقدروش يستثمروا مباشرة في شركات صناعية من خلال ان هم يستثمروا من خلال هذا الصندوق اللي بيبقى بيدرس الفرص بشكل محترف جدا على المستوى الفني وعلى المستوى المالي، وبالتالي بإدارة محترفة تقدر تتيح للمستثمرين الماليين الاستثمار من خلال هذا الصندوق في الشركات الصناعية. نعم. الصندوق الحقيقة يعني مع بالتعاون مع مبادرة ابدأ، وزي الحقيقة ما المبادرة بتستهدف وبيستهدف الشركات اللي بتتيح فرص عمل بشكل مباشر وشكل غير مباشر، وفي نفس الوقت اللي بتساعد على تقليل العجز في الميزان التجاري من خلال احلال محل سلع مستورده، احلال محل الواردات، او فتح فرص تصدير جديده. فالتركيز الرئيسي على هذا النوع من الشركات. نعم، الصندوق تحديدا يقدم الاستشارات الفنيه وايضا يدعم بشكل مالي من يحتاج الى دعمه من الشباب الذين يرغبون، بما انها يعني جزء من مبادره ابدا، هل من يريد اقامه المشروع الخاص به او تنميه مشروعه الخاص يذهب للصندوق للدعم المالي ام للاستشارات الفنيه فقط؟ يعني في، خلينا نتكلم انه في توجهين. التوجه اللي حضرتك بتقوليه ده هو يعني خاص اكتر بمبادره ابدا اللي هي مكملة في شغلها والحقيقة بتدعم وليها دور ملموس جدا جدا على مستوى المجال الصناعي أو القطاع الصناعي في السنتين السابقتين. ولكن الصندوق بيهدف أكتر إلى الدخول في رأس مال الشركات دي والمساهمة فيها، سواء لزيادة إنتاج أو لشركات لسه في المراحل المبكرة جدا. والحقيقة الصندوق جاي كمان في توقيت يعني يعد الحقيقة يعني للبناء على فرص كثيرة جدا، من ضمنها من ضمن الفرص اللي متاحة النهاردة زي ما قلت لحضرتك التوسع في القطاع الصناعي، ولكن كمان الحقيقة بأهمية دور الصندوق كمان في الفترة القصيرة اللي احنا فيها دي، بتيجي من انه نتيجة للإصلاحات المالية والنقدية اللي حصلت الفترة اللي فاتت وما صاحب ذلك من ارتفاع في أسعار الفايدة وبالتالي ارتفاع في تكلفة الاقتراض، وبالتالي معظم المصانع الجديدة مش هتبقى قادرة تتحمل الفوائد المرتفعة على الأجل القصير، وبالتالي الصندوق هنا بيتيح بديل الاستثمار من خلال رأس المال في الشركات دي عشان تكبر وتنمو في 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 ظل الظروف قصيرة الأجل دي. وطبعا احنا كلنا متوقعين ان الفوائد تقل على المدى المتوسط اكتر، وبالتالي يعني يبقى الصندوق قام بدور مهم جدا في الفتره القصيره دي. كان ممكن شركات كتيره جدا تبقى غير ذات جدوى اقتصاديه في ظل الفوائد المرتفعه. شكل من اشكال الاقراض اذا، اذا جاز التعبير؟ لا، مش اقراض، هو مساهمه في راس المال، انما انا بقول هو بيقدم بديل عن الاقراض. مساهمه في راس المال يعني الشراكه؟ بالضبط. في المشروع؟ بالضبط. نعم. ما هي مصادر التمويل الخاصة بهذا الصندوق تحديدا إذن؟ مصادر التمويل هي مستثمرين بشكل عام ماليين، سواء مؤسسات مالية أو بنوك تجارية والأفراد كمان من ذوي الملاءة المالية.
زي ما قلت لحضرتك الفرصه هنا بتكمن في انه المستثمرين دول ما عندهمش فرصه للدخول في الشركات بشكل مباشر، لانه عاده ممكن لا تتوفر عندهم الاداره بتاعت الاستثمار المحترفه لدراسه الفرص الاستثماريه ومتابعتها طوال فتره الاستثمار. فالصندوق الحالي بيوفر هذا البديل عن طريق فريق اداره محترف بيقدر ان هو يدرس الفرص الاستثماريه ويوسع المشروعات ديت على المدى عمر الصندوق ويتخارج في الاخر ويكون قام بدوره من حيث تنميه المشروع وفي نفس الوقت حقق عوائد تنافسيه جدا للمؤسسات نعم. الماليه والافراد المستثمرين فيه. اشكرك جزيل الشكر الاستاذ شادي شرف مدير الاستثمار بصندوق النيل للاستثمار الصناعي التابع لمبادره ابدأ.